la fameuse carte d'embarquement et de débarquement, ديك لا فاموز فيش دو بوليس وما عادش يستظهر بها المسافر لا في الدخول ولا في الخروج. الإجابة tout de suite. لينفوكس. ضيفنا سيد فكر بوزغاي المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية. صباح الخير سي فكر. إذا السؤال هل هو صحيح ولا مش صحيح اللي تم إلغاء نهائيا الفيش دو بوليس هذه المطلوبة في المطارات التونسية؟ صحيح هو أنه تم إلغاء الفيش دو بوليس اللي هي بطاقة الركوب بطاقة المغادرة. بالنسبة للمغادرة صحيح تم إلغاء جميع المطار مطار بينا مطار جربة صفاقس مستير نبيلة والبارح معناتها مؤخرا معناتها زادت تم الغاها في مطار تونس كرتاج بالنسبه للمغادره راهو يعني اللي ماشي من تونس للخارج للديبار داكور معناتها هذوك ما عادش يعمروا في الفيش دو بوليس هذيك البطاقه هذيك المغادره هذيك الورقه هذيك اللي تعطوا ديما يتشكيوا منها الناس الكل وكذا دونك ولينا تم الغاها معناتها اداره عامه شرطه الحدود والاجانب في طار معناتها الرقم نتاع الاداره استغلت معناتها تطبيق ابليكاسيون كيما اغلب المطارات في العالم معناتها باش المواطن من غير ما يقعد يعمر فيها هذيك اوتوماتيكمون ديجا معناتها كل شيء موجود يعني في كل شيء موجود طريقة التطبيق هذايا طريقة معناتها تكنولوجية حديثة اللي تسهيل معناتها السفر نتاع المواطنين والاجانب والناس كل معنية هو خاطر الناس كل اللي كل من يغادر تونس لازم كان عليه أنه يعمر الفيش دو بوليس ونعرفوا قداش كانت تاخذ وقت العملية هذية اي سورتو كما كنت تقول سي فاكر وقت الديجيتاليزاسيون هذيك علاش اليوم مطلوب لكن تأكد لنا اللي هذا فقط للخروج يعني للديبار للقدوم إلى تونس للاريفي لا 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 في الديبار ديبار في الاريفي مازالت هذا بشوي بشوي مريم دونك نحن في اطار معناتها فقط دونك الاداره قاعده تحسن في خدماتها هذه مرحله باهيه بالنسبه للاداره عامه شرطه حضور اجانب وبعد في مرحله ثانيه في الاريفي مازال يعني حدنا حد ديبار فقط سي فكر خاطر نعرفوا اللي ساعات في الطيارات الطاقم خاصة تونيزير ولا حتى في دوتر كومباني يمدوا المسافر بهذه الكارت دو فيزيتور هذايا ولا الكارت دو ديباركمون ساعات معناتها فما اشكاليات حتى في التعاطي مع الفيش دو بوليس هذايا صحيح صحيح كانت معناتها كانت تتعطى في الطياره كانت وتتعطى في الطياره والعباد تقعد توجه لستيلو واللي ما عمرش واللي كذا معناتها كانت صحيح شويه معناتها تعطيل دونك هذه معناتها بادره من الاداره عامه شرطه حدود الاجانب يعطيهم الصحه معناتها اطار معناتها تطوير الاداره وان شاء الله ان شاء الله تكون دون لي دو سونس ان شاء الله دون لي دو سونس فوالا على في زاد تولي حتى في الاريفي بيان سور ما فماش علاش معناتها الا كان هي تخدم الالي الفلسفه نتاعها شنو هي سي فاكر باش الناس تقول علاش الكارت هذه اللي ما نلقاوهاش في كل الدول معناتها يمكن اختصاص تونسي علاش فلسفتها هي موجوده هي موجوده في جميع الدول هي معطيات معناتها تهم السفر معطيات امنيه ومعطيات تهم زاد الشركه معناتها اللي معناتها تاع السفر دونك هذه موجوده في الدول الكل اما شنو كل دوله وطريقتها معناتها الورقيه هذه معناتها بطاقه المغادره الورقيه بدات نحات في معناتها في العديد من المطارات قعدت في شويه مطارات اللي مازالت معناتها ما واكبتش دونك نحن في اطار المواكبه تاع التطور التكنولوجي هذا قاعدين نقدموا إدارة عامة شرطة حدود الأجانب معناتها عملت العديد من الخدمات السنة زادة سهلت حتى على المواطنين والجارية زادة كان لاحظتوا عملت لهم مكاتب حتى في باش يطلعوا أوراقهم وثائقهم البطاقات التعريف الباسبورات سهلت لهم في مقر الإدارة غاديكا سير بلاس يحضروا في نص ساعة عملت مكاتب في البواخر زادة عملت معناتها باش يخرجوا أوراقهم سير بلاس في المطارات معناتها قاعدين يخدموا إدارة عامة شرطة حدود على الجانب يشجعوهم وإن شاء الله إن شاء الله في مزيد إن شاء الله في مزيد تقدم شكرا لك شكرا على كل هذه المعلومات وشكرا على هذه المداخلة.